يلا يا جماعه كبسوا كبسوا. طبعا امباير ستيت، امباير ستيت ده اكبر مبنى. درجة الحركة تحت الصفر يا جماعة. يلا كبسوا كبسوا، يلا نشد البس، وأكتر خمسة يدعموا البسات بتاعتنا هنديهم تذكرة من الجالية لنيويورك إن شاء الله. لو اللايف ده جاب 500,000 لايك، أكتر واحد كبس وعمل شير نديهم تذاكر من الجالية لنيويورك إن شاء الله. يلا كبسوا كبسوا، شدوا بقى، شوفوا بقى، أوريكم جزء من الحياة اليومية في نيويورك. نيويورك دي سوق كبير كده اهو، شوف واحد، ايوه واحد بيدي تيكت، الشرطه بتدي تيكت لواحد من عربيات الاكل، والراجل بياخد التيكت وهو فرحان وبيضحك وما عندوش مشكله، وقول له ده شيف فوق اصلا، ويقول له ده راجل مصري بياخد تيكت، فبيقول له طب استنى اصلي واحده يا جماعه عشان عايز اصور. لا لا يا رب. طبعا عشان ده مهم جدا في الكارير بتاعي. طيب والله قطعتكم. طب بص يا محمد، انا لقيت الناس دول بيدوا تيكت، الشرطه بتدي تيكت لحد في 34 ستريت، ومفروض ان هم بعد شهر 4 يكونوا وقفوا، فعايز اروح اتكلم مع الراجل، احاول اتكلم معاه، هكلمه واقول لك ايه الموضوع. ايه ده كله؟ انا مسوي سكرايب صح بتاعتها، نشوف فارس منات، انا شوف، حاول اتكلم مع الراجل ده اقول له ايه نظامك، بس مش دلوقتي. ماشي يا جماعه، عشان هو اصلا المفروض الشرطه ما تديش تيكتات للناس دول دلوقتي، يعني بعد شهر 4، فالراجل ده شكله مصري، عايزين نساعده وان شاء الله ان احنا نساعده. يا عربيات الاكل ريحة مميزه، وبالليل بيشغلوا مهرجانات هنا، وده الميدان اللي بيقعد فيه بهجت صابر، اللي عارف اسمه يقول لي اسمه في الكومنتات. الميدان ده اسمه ميدان ايه يا جماعه؟ انا عايز اعرف في حد عندي يعرف الميدان ده اسمه ايه ولا لا. الميدان ده اللي بيقعد فيه بهجت صابر ويفضل يشتم كده، فده اسمه ميدان ايه بقى؟ محدش قال. ايه كل اللي عندي مؤدبين صح؟ كل اللي عندي مؤدبين، ما حدش قال ده ميدان ايه. طب يا جماعه كبسوا كبسوا، شوفوا الحمام هنا مسالم جدا ومحدش بياكله، على فكره الامريكان بيتشعبوا من الحمام ومسمينه فئران السماء، ومش متخيلين ان في حد بياكله فضلا عن انه يحشيه وبتاع. والناس دول بيقعدوا يلعبوا شطرنج برهان. هاو ماتش؟ 10. الراجل ده تلعبوا شطرنج لو ها نو اي ميك فيديو. الراجل ده لو 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 غلبك تديله 10 دولار، لو انت غلبته يقول لك تبرع لي. يعني الميدان ده اسمه ايه بقى؟ الميدان ده اسمه ايه؟ حد عارف الميدان ده اسمه ايه؟ حد عارف الميدان ده اسمه ايه؟ ده الميدان اللي بيقعد فيه بقى الصابر ويفضل يشتم ويشتم، محدش عارف ها؟ محدش كتب الإجابة، ده يعني حاجة غريبة جدا. طب عارفين إيه هو المول ده؟ طب يا جماعة كبسوا كبسوا، أنا لسه ما فتحتكوش في موضوع الحوت والأسد والأسد وصل والكلام ده، لأن أصلا الخاصيات دي يعني